انتشار غير مسبوق للذباب في الكويت. الجميع يتساءل كيف ومتى جاءت كل هذه الجموع التي باتت تظهر في كل مكان؟ الإجابة لدى أهل العلم والمعرفة. لدى الذبانة تجيب حوالي بعمرها اللي هو 25 يوم إلى 40 يوم 900 بيضة. تصور كل واحدة تجيب 900 بيضة وبعندك بالملايين. فالجيل الثاني الآن اللي طلع هالأيام اللي هو منتشر ازداد وراح يزداد أكثر إذا الجو ما صار بارد. السنة هذه البيض الموجود من العام كان موجود في الأرض، لما نزلت الأمطار صارت لها فرصة أن يفكس وطلع البيض. فهذا البيض اللي طلع زيادة، لأن اللي كان ذباب قليل يعني، بس الحين زاد وايد. يعني هي ترى بس تولد خلال 24 ساعة تجيب بيض، ما تقعد وايد، دورتها قصيرة جدا تجيب بيض. ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من محطات فكاهية حاكت الذباب وانتشاره.